جديد في عالم الصحة. العديد من الأسئلة والاستفهامات التي تدور في فلك السؤال حول صحتك. حول صحتك. وقد لا تجد لها إجابات أو تكون إجابتها غير صحيحة. لن يمر على الصراط. ولن يمر على الصراط أحد فينجو إلا إذا. أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بشيء قط فرحه بها. على طريق حنقد الطريق معك ونقول لك وين الزحمة. وين الزحمة؟ اخبارنا هلبة ونسيب شيء جديد. تسمع معنا الاغاني العربية والاجنبية. وأهل لمن ساجب التحدث عنه ولا بأس بكشف ما يبدو غالبا للمحارم سواء كان خالا أو عم أو ابنا أو أبا كل ما يظهر غالبا الوجه والراس واليد والذراع والساق والقدم فإنه لا بأس بكشفه للمحارم والذي ينبغي أن تكشفه لخالها ليتبين له أن هذا هو الشرع حتى لا يظن أن الشرع فيه من الشدة ما يوجد الطريق على المسلمين. إن الإسلام تأخر وأنه يخنق أصحابه وأنه قيود وأغلال وما أصبح ذلك منه يسير إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكه وإذا رأوه قالوا إن هؤلاء لضالون فمن حكى الله عنهم يقولون إنهم لضالون والمتأخرون يقولون إنهم رجعيون اختلف اللفظ لا غرابة من أن يقول أعداء الإسلام إن الإسلام تأخر وإنه قيود وإنه أغلى وعرفوا أنه لا يضر ولا ينفع إلا ما اعتبرته تعالى بعد ذلك أن الله من أيضا قال ماذا نقول فلن دخلها يضربون ما يطلب إلا من الله فماذا نقول الآن فلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الجواب من المسلمين أنتم مستوفون ولكم إن شاء الله بكم لا يعرف نور الإسلام ولا هدايته ولا يعرف ما في أوامره من الخير والمصالح العاجلة والآجلة ولا ما في نواهيه من الشر الحاضر والآجل لا. هي يفهم من سؤالها أنها إنما تتحجب عن خالها لأنها هو ينهاها عن ذلك فهي تريد أن تثبت له أو أن تريد أن
بيننا نجد أن الإسلام مسلم فخطأ. عمل الناس في هذا العصر، هل هذا الكلام صحيح؟ وهل إذا قال المسلم في السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يسمعه الرسول عليه السلام ويجيبه، هل ذلك صحيح؟ أفيدوني. النبي صلى الله عليه وسلم في أمته فإنه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه أينما كنا إذا سلمنا عليه في أي مكان من الأرض.